كريم، فعلا اشهر عطور في العالم بتخرج من قريه مصريه. ده حقيقي فعلا. ازاي؟ احكي لنا عن الموضوع ده. هي قريه اسمها شبرا بلوله، موجوده في الغربيه. القريه دي المفروض ان هي بتنتج انتاج كبير جدا من الياسمين لحد النهارده، والانتاج ده من خلاله بيطلعوا الزيت بتاع العطور، والزيت ده بيتصدر بعد كده مثلا لفرنسا وبقيه الدول اللي بتعمل عطور. فهم واحنا بعد يعني، كده نروح نشتريها تاني. وبعد كده احنا بنروح نشتريها بالظبط. بالاف الجنيهات من الشركات دي. ده بجد حقيقي. البلد دي يعني هي فيها كل حاجة وقدامنا ومتاحة، بس احنا معرفش يعني هل احنا لحد دلوقتي لسه عندنا موضوع عقدة الخواجة ولا ايه؟ والله يعني ما عنديش علم بالتفاصيل بتاعت ليه احنا ما بنعملش ده، ما عنديش علم بالظبط، بس هي كنز يعني يعتبر، طبعا وبينتجوا انتاج كبير جدا جدا جدا، وكل البلد شغالة في الحاجة دي.